يلعب ستراسبورغ كيف كيف اللاعب السابق للكلوب. اهلا بك من جديد معتز. اهلا بك خويا سلام، مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل. باهي باش نبداو الانترفيو نتاعنا من البدايات، كيفاش بديت معتز الكرة؟ بديت كيما الناس الكل معناها من الاول في الحومه، من بعد مشيت للكلوب بابا كلوبيست فوالا، وانا بطبيعتي كلوبيست من الصغر، هزني للكلوب عملت تيست وبديت من وقتها معناها من انا صغير. كيفاش جاتك الفكره باش تعمل تيست وقتها؟ وقتها سيتي الفكرة متاع واحد جارنا الحقيقة، شافني كاور في الحومة وكل مشي يحكي مع بابا قال له هزو يكاور ومشيت للكلوب بديت من غادي الحكاية. باهي كل مرة نشوفك في بوست، شنو هو المركز اللي تحب تلعب فيه وشنو بديت فيه انت صغير؟ والله بديت صغير بديت نلعب يلي جوش، بعديك دخلت الوسط وفوالا الأكثرية نلعب في البوست هذاما يلي ولا في الوسط. بعديك في الكلوب بديت ريال جوش، نتفكرك أول ماتش لعبت فيه. صحيح هذيك ستي مع سينيور بديت ريال جوش وفوالا، كانت ظروف معناتها ظروف خاصة سحقني معناتها الكوتش ريال جوش، كنت موجود ولعبت غاديكا ومعناتها ماشي بلاصتي الحقيقة. أنت تحب ريال جوش القدام هكا؟ أنا نرتاح في الوسط الأكثرية. فهمتك، بيفو معناها شنو في الوسط كيفاش؟ في الوسط ميليو أوفونسيف. 6 8 10 اكثر يا 8 ولا 10. باه مسيرتك في الكلوب ما كانش طويله برشا، قلت لي قبلك عامين قعدت، كيفاش تحكم عليها انت؟ لا قعدت عامين في الكلوب، تجربه باهيه على الاخر في جمعيتي مع ناس معناتها حبوني برشا وحبيتهم برشا وعاونوني باش وصلت معناتها اللي وصلت لوين توا الحمد لله. معناتها حبيت نشكر بالمناسبة هذه الناس الكل في الكلوب اللي خدمت معاك، سواء جواريات ولا مسؤولين ولا ديزونترينور ولا الناس الكل. معناتها كي باش نقيمها ما نجمش نقول تجربة فاشلة وقت اللي أنا النادي الفريقي خرجتني لبرا معناها وصلتني لأوروب. معناتها شكون قال فاشلة؟ ما قال حد اللي هي فاشلة. لا نحكي لك معناتها قلت لك أنا كي نحب نقيمها معناتها ما نجمش نقول ناجحة للتوب خاطر كوميم الوقت كان قصير، أما ناجحة الحمد لله. هزيت كاس تونس ظهر لك هكا؟ هزيت كاس تونس. مرة ومرتين. مرة، المرة الثانية خرجت في شطر عام يعني. رغم اللي في بريور كانت قصيرة كما قلت لك عميل، اللعبات قعدت تحبك وما حبيتش ما حبيتكش تخرج زاد. صحيح الحمد لله معناها والله من أهم الحاجات معناتها في الكلوب هي محبة العباد، أبار اللي معناتها جمعيتي وكل محبة العباد بالحق. حتى لتوا الناس توقفني في الشارع، الناس تحكي معايا، كلوب ستاي يحكيوا معايا على الكلوب وكل حاجة تفرحني برشا. ما يقولوكش ما كانكش خرجت؟ ولا يقولوا لي برشا حاجات، يقولوا لي برشا حاجات على الخروج على الجمعية على الرجوع على كل شيء، اما فوالا مكتوب معناها ذيك الكورة بخيتو وني دي بروفيسيونيل وكل ذيك الكورة وذيك مكتوب ربي. علاش وقتها ما جددتش عقدك؟ كان يوفا في جوان 2019 انت خرجت في جان في وقتها، حبوا يجددوا لك انت وقتها ما حبيتش، شنو صار بالضبط وقتها بالضبط؟ والله مش ما حبيت، سيتي اون اوكازيون معناها باش واحد يخرج لاوروب وكل. وقتها كان سي مروان حمودية البريزيدون، حكينا بالباهي معناها حكينا برشا مرات وهو معناتها تفهمنا وكل، قال لي اذا تحب تخرج واذا تحب تشوف معناتها الكره البرة وكل، ليسونسييل جمعيه تربح فلوس، ليسونسييل الكلوب تستنفع ما تخرجش هكاك وكل، تفهمنا بالكدي. هي مقترح عليك باش يمدوا لك عقد نتاعك ولا اي؟ كانت اقتراحات للتمديد وجدد الاقتراحات للخروج. ما تفهمتوش في الفلوس ولا حاجه هكا؟ لا مش حكيت فلوس، سيتي دي زومبيسيون اكثر منها فلوس. دي بروجي مش هديت صحيح، سيتي دي بروجي معناها دي بروجي تاع فوت، انا حاجه اللي تنجم توصلك للمخير، انا حاجه تربح منها انت تربح منها الكلوب، سيتي هكاك معناتها ما كانتش حكيت فلوس بالكل. باهي الاوفر نتاع ستراسبورغ كيفاش جا؟ ولا جا تفرجوا فيا معناها بامال دو فوا في الماتشوات، سيتي على طريق ميزاجون معناها ونوجه لهم تحيه بالمناسبه فوالا، كونتاكتيهم ليزاجون تاعي يتفرجوا فيا، من بعد زادوا عاودوا يتفرجوا فيا شوي بشوي، قعدنا نقدموا في الحكايه لين معناتها في الاخر خذوا القرار باش يعملوا نوفر ويصير الانتداب. وضعيه نتاع جمعيتك الكلوب تاعك كيفاش تشوفها؟ والله خايبه الحقيقه، وضعيه الكلوب تاعو خايبه، نتمنى ان شاء الله من ربي ان شاء الله معناتها كما نقولوا تتحل المشاكل هذه كل وترجع لكلوب كلوب اللي تعرف الناس الكل واللي تونس الكل تشد بها. موسم كارثي في السنة، ظهر لي مرتبة خامسة في الشامبيونا حتى اللقب، وخلي الخسارة متاع مازن بيل الناس الكل قاعدوا يحكوا عليها، ممكن نقولوا حتى رسمة عارف في تاريخ الكلوب، ما فماش ما أسوأ من هكا، توجع الوضعية توجع برشا معناتها بالنسبة للكلوبيست، توجع برشا توجع على الآخر
نشوف معناتها في لي رياكسيون تاع العباد في الشارع كسوا في لي ريزو سوسيو ولا معناتها حتى يا عبدي وقفك في الشارع ناس موجوعة على الحقيقة ولا غالب ولا غالب توا معناتها واحد يغزر القدام كما نقولوا اللي فات مات وان شاء الله الناس الكل تقف باش تصلح الوضعية وكا منيش شو روحك تكون موجود باش تعاون شوية هكا صحيح صحيح تمنيت ماذا بيا نعاون جمعيتي باللي نجم معناها كسوا بحضوري ولا باي حاجه معناها نجم نعاون ماذا بيا نعاون اما توا فوالا معناتها اني قلت لك توا ليسونسييل الناس الكل تدور بالجمعيه وتتلم ومعناتها يقفوا وقفه صحيحه باش ان شاء الله الكلوب ترجع كما قبل. شكون يتحمل المسؤوليه نتاع السيتياسيون اللي وصلت لها الكلوب توا؟ والله ما نجم نحمل حد مسؤوليه الناس الكل تحمل مسؤوليه اي واحد معناها في الكلوب يخدم في الكلوب اي واحد في الجمعيه يتحمل مسؤوليته ما نعرفش انا حتى جارد ماتريال اي عبد معناها في الكلوب يتحمل مسؤوليه الناس الكل لازم تقف مع بعضها تو ما نبداوش نرميو في الكره لبعضنا معناتها انت غلطك هذا انت غلطك هذا الناس الكل تو لازم تقف بالحق مع بعض الناس الكل لازم معناتها باي طريقه كيما نقولوا ترجع الظروف خير من قبل. العديد يحملوا في مسؤوليه سليم ريح يقولوا هو اللي خلى الديون توصل هكا تمشي مع راي هذا ولا لا؟ والله مش كان حكيت ديون معناها كل شيء يعني قلت لك مش حكيت ديون المشاكل من البلايس الكل معناها المشاكل من البلايس الكل يمكن من ديون بديت يمكن ما نعرفش يمكن سببها ديون اما فما برشا مشاكل في الكلوب فما برشا مشاكل ابار ديون. باهي شفناك في الماتش الاخر موجود مع صابر خليفه ونادي الغاندفي تفرجوا في الماتش ظهر لي مازلت تتبع في جمعيتك؟ بالطبيعه بيان سور نتبع في الماتشات الكل سواء نبدا في تونس ولا في فرنسا ولا في اي بلاصه معناتها كي نلقى لوكازيون باش نجي ولا اي حاجه نبدا موجود. حكيت مع ملاعبيه شويه؟ اي بالطبيعه توا كونتاكت معاهم ديجا حتى في عرس اخونا حمزه العقربي نهنيوه معناها بالمناسبه ربي يهنيه ان شاء الله عايشك ان شاء الله معناتها قابلت برشا من اصحابي وقابلتهم قبل زيادة في ماتش الدربي وساعات نتقابلوا معناها توا كونتاكت مع اصحابي وديما نحكيهم. تنجم ترجع نشوفوك من جديد بايوا الكلوب؟ علاش لا علاش لا نادي الفريق هذيك جمعيتي ودارنا انا ديما نقول دارنا خاطر تربيت غادي ملي انا صغير ملي عمري 10 سنين انا في البارك معناها البيبان محلوله في الاوقات الكل نادي الفريق. على مدى القريب ولا البعيد وتو فما حاجه ولا مازال بك؟ هكاك الله اعلم الله اعلم اللي فيه الخير خاطر برشا كلام معتز يقولوا حتى هما اتصالات مع الكلوب تو. والله يعني قلت لك اللي فيه الخير ربي يسهل فيه الاتصالات مع الكلوب ديما موجوده حتى كي خرجت قعدت باتصال انا يعني مع النادي الافريقي كسوا مسؤولين ولا لاعبين ديما باتصال مع النادي الافريقي يعني قلت لك ديما النادي الافريقي الباب محلول في اي وقت. فما شكون كلمك باش ترجع؟ يعني قلت لك صاروا الاتصالات صاروا الاتصالات حتى على الرجوع حتى على كل شيء ما بالنسبه للوقت طوى الكلوب معناتها ممنوع من الانتدابات هذه حاجه ما نجموش نعملوها اي في ديسمبر ما لا اعلم كيك لا اعلم شنو المستقبل شنو جاوبت انا طوى انا قلت انا ما نقولش ليه معناتها يعني النادي الافريقي بالنسبه للنادي الافريقي ما نقولش ليه كي حكيوا معايا ما نقولش ليه معناتها ديما الباب محلول طوى بور لو مومون الكلوب معناتها ممنوع من الانتدابات ان شاء الله الساعه تتفضل الحكايه هذه انا توا سو كونترا معناتها مع ستراسبورغ باش نرجع لستراسبورغ على قريب ان شاء الله باش تبدا سيزون فوالا معناها واحد يخدم ويترين وديما قلت لك معناتها البيبان محلوله نادي اذا كان نعطيو نسبه مئويه بقداش نشوفوك في الكلوب في ديسمبر ان شاء الله؟ نسبه مئويه ما نجمش نعطيك نسبه مئويه وفي ديسمبر ما نجمش الحقيقه ما نجمش اما علاش ليه يعني قلت لك علاش ليه اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. باهي نحلوا الموضوع نتاع ستراسبورغ كيفاش تحكم على الباساج نتاعك في ستراسبورغ؟ لا بالنسبه لتوا معناتها باساج عادي على الاخر عادي على الاخر فيو كون مانيش نلعب برشا مانيش ناخو في وقت معناتها نتاع لعب دونك باساج عادي نخدم ونستنى فوالا نستنى لوكازيون اللي نوري فيها اللي انا نستحق باش نلعب واللي نجم نلعب معناتها في نيفو عالي نجم نكون موجود معناتها. متقلق شويه من السيتياسيون هذه؟ اي واحد ما يلعبش يتقلق كسوا معناتها في تونس ولا البرة ولا في اي بلاصة اي عبد ما يلعبش يتقلق بالطبيعة نتقلق اما نتقلق ونخدم اون ميم طون معناتها مش نتقلق ونقعد غادي معناها كيكا ما عملنا شيء. حكاو معاك شوية المسؤولين المدرب ما يعرفش؟ اي حكيت معاهم غاديكا وحكاو معايا وفوالا معناها سيتي كيما نقولوا هما قالوا لي مازلت صغير وي فو ترافايي وكل وهذا كيفاش قاعد نعمل معناها راني نخدم ونستنى لوكازيون. ضد غرينوبل لعبت 120 دقيقة معتز زوج مقابلات في البطولة زوج مقابلات في الكاس 13 مقابلة مع الفريق الثاني سجلت 3 أهداف هكا هذه الأرقام إي صحيح بون ما نعرفش علاش معتز مكش قاعد تلعب برشا مع ليكيب الأولى معناها
والله رغم اللي نشوفه 120 دقيقة معناها كنا نحكيه حتى في الأوف قعدت ساعة ماتشوات كاملين معناها إذا كنت خايب فيهم ماتشوات هذو أنا خرجت معناها في وسط المقابلة معناها أما ما كنتش خايب حضرت فرشت هذي ماتش غرينوبل قلت لي أنت فرشت فيهم عملت ماتش بي عملت كورة على البوتو هذي زادة ولاش باش نقول لك سيدي شوا معناها ما نجمش نمشي للكوتش نقول له علاش ما تلعبنيش وكيفاش وكيفاش سيدي شوا وقت اللي لعبني لازمني نكون بريزون لازمني نبدا موجود ولازمني نلعب بالكديف ولا بعد نستنى الماتش اللي بعده واسكو باش نلعب ولا وديما كيكا معناها كل ما نلعب لازمني نوري اللي انا موجود ولازمني معناتها جوغي بو بريزون كيما يقولوا هما فهمتني معناتها لازمني نوري اللي راني نستحقه كل وهذاك اللي نحاول نعمله ديما وهذاك اللي باش نقعد نعمل فيه ديما قلت لي بعد وانت تقول نوبل حكاوه معاكم اي يحكيوا معايا ومعناتها كيما نقولوا قيموني على الماتش وقالوا لي برافو ويفو كونتينيي ولازم واحد يكمل يخدم هكاكا فوالا كيما قلت لك هذاك كيفاش قاعد نعمل سنين ماني قاعد نخدم ونستنى ان شاء الله لوكازيون تجي. سبق كريم حقي في ستراسبور هل خلى انطباعات به يا كريم؟ علاش يحكيوا لك غادي على كريم حقي؟ اي صحيح كريم غادي يحبوه بالكدا ديجا قابلته جاي مره معناتها لستراسبورغ تقابلنا. اي واحد معناتها يحكي معايا على كريم يحبوه بالكدا وعمل باساج باهي معناها في ستراسبورغ وخلى انطباعات باهية على التوانسة سورتو فوالا معناها الناس الكل تحبوا غاديكا ويحكيوا عليه كامل باهي. شفتك مرة برقم 7 ولا برقم 9 علاش زوج الارقام هذو؟ لا هذيك حاجة أخرى 7 سي نمرويا معناها هذاك هو أما 9 كانت في ماتش كوب معناها وماتش كوب كيما نقولوا هما لالوا تلعب من 1 ل 9 سور تيران فهمت هكا وبدلت أنا وصاحبي معناها حاجة عادية. أنت ماتش بريباري البي اس جي ما لعبتش ظهري هكا ولا ماتش بي اس جي لعب فيه 90 دقيقة ظهري آخر ماتش لعب فيه هو البي اس جي أي باهي قعدت تلعب مع الفريق الثاني شنو النيفو شنو في الدرجة الثالثة تلعبوا هكا؟ لا بلوس الدرجة الخامسة النيفو شنو غادي؟ والله الفريق الثاني النيفو مش خايب ومش باهي اون ميم طون معناها انا نشوف اللي الحقيقه معناها نلعب بور غاني دي طون جو مش معناتها ما نشوفوش نيفو باش يحسن ولا نيفو باش واحد يطور من روحه فهمت نلعب باش نربح معناتها طون جو لازمني طون جو ديما في ساقيه باش كي لونترينور معناتها يستحقني يلقاني موجود اما معناتها ماهوش نيفو باش واحد يتحسن فيه وكل وبالنسبه للبطوله التونسيه اقل نتصور لا اقل من البطوله التونسيه بالنسبه للليغ ان هل شنو الفرق بيناتهم؟ شنو معناتها؟ بين البطوله التونسيه والليغ ان لا فما برشا فرق فما فرق كبير هكاك ما تحسش نقارنوا بالطبيعه تحس في كل شيء في الريتم ميم لي تيران معناها ابسط حاجه فهمت فما برشا فرق باهي كيما كنت تحكي ماكش قاعد تلعب برشا باش تواصل معهم ولا؟ والله توا مواصل انا مازلت سو كونترا معناها باش نرجع ان شاء الله على قريب باش نتفاهم معاهم اسكو باش نقعد سنه ولا معناتها لازمني خاطر لازمني كيما قلت لك لازمني نلعب لازمني دي طون جو فهمني دونك باش نتفاهم معاهم ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه وكا باش ترجع تحكي معاهم معناها ولا ترجع ترينا ولا شنو بالضبط؟ باش نرجع ترينا وميم تو معناتها نشوف السيتياسيون نتاعي كيفاش اسكو باش نقعد ولا مش باش نقعد هما لحد الان ما حكوا معاك شيء في خصوص مستقبلك؟ والله حتى لتوا مازلنا ما حكيناش معناها حتى لتوا يحبوني نرجع نحبون نرجع لستراسبورغ قالوا لي كما يقولوا معناتها نغزروا لك المستقبل وكل ويحبوني نرجع نعمل بريباراسيون وانا راني قلت لك معناها باش نرجع نعمل بريباراسيون ونشوف معناتها سيتياسيون لازم نلقى سيتياسيون تساعدني زاد انا باش نكبر ما نعرفش فما امكانيه نتاع بري حتى الجمعيه اخرى انت عندك دي بروبوزيسيون ولا؟ والله لي بروبوزيسيون موجوده معناها ماني قلت لك انا توا سو كونترا لازم معناتها اي حاجه باش نعملها لازم تكون موافقه جمعيتي دونك كو سوا باش نخرج ولا باش نقعد معناتها قرار يرجع لهم هم منين مثلا بروبوزيسيون شكون والله فما دي بروبوزيسيون توا سلام ما نجمش نقول لك منين والله مش يسمعوا فينا راهم غادي ما نجمش نقول لك لا ينجموا يسمعونا ما قلت لك ما نجمش نسمي لك الجمعيات اما باهي على الاقل درجه الاولى ولا الثانيه درجه الاولى باهي ان شاء الله نشوفوك المهم نشوفوك تلعب معتز معناها الدرجه الاولى الثانيه المهم ترجع تلعب وتولي روحك في فرنسا باهي الماتش نحكيو شويه على الماتش اللي حدث في ماتش البي اس جي والحكايه مع نيمار اللي خذت اكثر من حجمها على الاخر على الاخر كبرت برشا الحكايه فوالا معناها معلش انا نتصور خاطر جوست خاطر نيمار كبرت الحكايه كان صارت مع اي جوار اخر ما نتصورش كانت تكبر للدرجه هذه شنو صار معاه بالضبط؟ لا سيتي ان كونتاكت انا نشوفو كونتاكت عادي في الكوره يصير في اي وقت مع اي جوار معناتها انا ما عملتش بلعاني جوست على خاطر قدامي ملعب كبير وكهو معناتها ذيك الكوره
نلعبوا في كورة تحط معايا نحط معاك هذيك الكورة جيت معه وهكا ما عجبتوش هو ظهري تنفذوا بعض ومشي لك شقالك بالضبط والله شنقلك كلام ما يتقالش في الأدنى سبك معناه اي وتطورت الأمور حتى أكثر من كيكا لا لا ما تطورتش الأمور من بعد الماتش معتا مشيت حبيت انا باش خاطر انا طلبت سماح بعد الماتش وكل خاطر ما عملتش بلان مشيت حتى حبيت نطلب منه سماح قالوا لي راه معناتها مشي الكلينيك وكل يا اخي وصلت له معناها وصلت له اللي انا عملت انترفيو غادي في انترفيو وصلت له حتى وصلت له مع شكون معناتها من البي اس جي وكل وقلت له يوصل له اللي معناتها جون اكسكلوز وراه ما عملتش بلان وكل هو استفزكم برشا وقتها بالمراوغات وكيفيه تلعبوا مستفزه برشا حتى شوف شويه ريزومي نتاع الماتش هذيك هو هذيك هو معناتها هو معروف ب هو شاط الهواية هو كيكا معناها وبعدها وهز بيك الكورة هذا كيفاش هو كيكا معناها هو يلعب كيكا يلعب بروفوكاسيون وكل ولا واحد معناتها هو يلعب كما يحب كما نقولوا احنا نلعبوا كما نحبوا مهم معتز الاحتكاك بالملاعب من نوع هذا صحيح مهم ويفيد برشا وينفع برشا سواء تلعب ضده ولا تلعب معاه حاجة باش تحسنك برشا معناها حتى سور تيران حتى ميم سي واحد على البنك كي تشوف يكور حاجة تعاون برشا يملعب برشا قاعدين يمشيوا للسعودية نجم نشوفوا غادي ولا تحب تكمل في الأوروب والله مازلت صغير خويا سليم توا نغزر لبعيد إن شاء الله مدني في الأوروب نغزر لبعيد أكثر وعلاش ليه معناتها نزيد نقدم في الأوروب ونزيد نعمل خطوة من خير معناتها مش في مخك معناتها السعودية لا بين مسيرة من التفاعلات نتاع المستمعين مسيرش ننقلوا لك معطيت شوية تفاعلات هل إنه ستراسبورغ قلت لي شارك في الأوروبا ليغ العام الجاي باش يلعب بصعب الأوروبا ليغ خاطر هاتوا كاس الرابطة السنة معناتها ماتش ديليميناسيون مش فاز دو بول معناتها نلعبوا دو تور ديليميناسيون قبل أنت ما لعبتش حتى ماتش في الكوب دو لا ليغ في الكوب دو لا ليغ لا ما لعبتش هذون الزوادي يسألك معتز يقول لك شنو قالك في جلب سياسة جلب الملاعبية اللي ينشطوا في الخارج للمنتخب التونسي والله حاجة تعاون المنتخب بنا نشوفها خاطر هذا ما سيدي جوار اللي يلعبوا في نيفو باهي معناه نيفو خير من الكرة التونسية نتصور أي واحد باش يلعب في أوروبا النيفو باش يكون خير معناتها ما ينجم كان يعاون حاجة باهي تعاون المنتخب بنا نشوف دونك هذا تكون خير ملاعبية هذو خير معناها ما نجمش نقول خير معناتها كل جوار ولي كاليتي نتاعو وما كيما قلت انت الاحتكاك بالملاعبيه الكبار يحسن فوالا دونك باش نمشيو معتز نواصلوا نحكي شويه على منتخب الوطني التونسي كيفاش لقيت الاجواء في الستاج اللي نتاع المنتخب والله الحقيقه فرحني الجو برشا معناها جو باهي بالكدا جوارات الكل قراب من بعضها معناتها ميم سي فما معناتها جينا صغار نحنا شويه معناها على الجروب وما فماش حتى قلق انا ديجا معناتها نعرف الاكثريه منهم اللي انا في تونس ولا ما لقيتش قلق اما الحقيقه الجو باهي والجروب الكل باهي والجروب سورتو يعرف يعيش مع بعض دخلتوا في الاجواء كما يلزم فماش فرق ما فما فرق معناتها انت مثلا المنتخب الاولمبي الوجيه والملاعبيه حتى في عمرهم الاولمبيك فما فرق بين بيناتكم ولا قريب شويه النيفو البعض ما فماش فرق الحقيقه ما فماش فرق حتى في لونترينمون حتى في العيشه معناتها في لوتيل في كل شيء ما تحسش الفرق الناس كل تعرف تعيش مع بعضها كسوة سور تيران ولا برا من تيران باش نواصلوا نحكيوا بعد شوية على المنتخب معتز نمشيوا ميدلي وبعد الأخبار مع صابرين وبعد مواصلين في الحوار نتاعنا حتى الخمسة متاع عشية